السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. سعودي يتكلم عن المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بالمنتخب المصري في الإمارات. تابعوا معنا هذا الفيديو. اليوم مباراة منتخب الجزائر وقائده رياض محرز ضد منتخب مصر الشقيق وقائده اللي ما يتسمى. مباراة بتحدد مين اللي يستاهل لقب فخر العرب. طبعا واضح مين اللي يستاهل لقب فخر العرب، يعني اللي يوقف مع أخواننا غير اللي يوقف في راس السنة مع بابا نويل، فتفرق والله في فرق يعني. طبعا مع احترام المنتخب مصر هم في القلب وأخواننا، لكن في ناس لازم تعلم درس في الأدب، درس في الأخلاق، درس في الوقفات، في المرجلة. فإن شاء الله بإذن الله محرز راح يعلمه هذا الدرس. أعطيني توقعاتك في المباراة، من تتوقعها؟ أنا بإذن الله أتوقع الجزائرية بإذن الله. ومين في رأيك هو فخر العرب؟ اكتب في التعليقات، لا تنسى اللايك والمتابعة، شير الفيديو لأصحابك. في أمان الله.